السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أشرح لكم حل مشكلة الإشعارات في الواتساب. البعض تجي إشعارات في التحديث الجديد للآيفون والتحديث الأخير للواتساب نفسه، إن الشخص المرسل رسالة يطلع اسمه ويطلع محتوى الرسالة. البعض يقول أنا لما أقفل خيار معينة الرسالة من هنا، لما ندخل على الإشعارات وأقفل معاينة الرسالة تجيني رسالة، ولكن ما يختفي محتوى الرسالة، لكن ما أعرف من المرسل لي الرسالة. طيب أنا أبي أعرف بس من هو الشخص بدون لا يطلع محتوى الرسالة. طيب بعد ما تقفل معاينة الرسالة وما انحلت المشكلة، وش تسوي؟ الحل بسيط جدا، ندخل على إعدادات الآيفون، وبعد كذا ندخل على الإشعارات من هنا، وبعد كذا ندخل على الواتساب نفسه. تطلع لك كل البرامج اللي عندك زي ما تشوفون هذا الواتساب. بالأخير آخر خيار هنا يقول لك إظهار المعاينة. طبعا في أنا مقفل الإشعارات كلها، طبعا أنت ما عليك من الإشعارات اللي فوق، فعل اللي تبي منها، لكن تدخل على إظهار المعاينة، وبعد كذا تطلع لك خيارات افتراضي وفي حالة فتح القفل ومطلقا. أشر على مطلقا، وبعد كذا راح يجيك اسم الشخص بدون محتوى الرسالة. أتمنى الشرح واضح. أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.